وقال سالم أبو الخير ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني إن فقدان الاتصال بخدمة الطوارئ المجاني يشكل خطرا عاليا على حياة المرضى الذين يحتاجون للإسعاف، وأكد في تسجيل صوتي أنه ما من وسيلة لخدمة المرضى سوى بحضورهم شخصيا إلى مراكز الإسعاف، وهو ما يشكل خطرا كبيرا خصوصا في فترة الليل التي يشتد فيها القصف الإسرائيلي. أصعب الآن هو فقدان الاتصال في خدمة الإسعاف في الطوارئ اللي هي 101 المجاني، حيث أن الآن لا يمكن استقبال أي مكالمة من أي مريض في الحالة هاي إلا في حالة واحدة، إذا أتى الشخص إلى مركز الإسعاف، وهذا ممكن يشكل خطر في الوقت الحالي خصوصا في فترة الليل. وهنا نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى وجميع الأشخاص الذين يحتاجوا تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ. حتى تحركنا في هذه الليلة تعتبر ليلة ساخنة بشكل نسبة خطر علينا، حيث تم الاستجابة لحالة مرضية الآن. في خلال تحركنا للحالة شعرنا أن وجود F-16 طائرات F-16 تقوم بالتحليق فوق رؤوسنا، وهذا بيزيد من نسبة الخطر علينا وممكن يعرض المواطنين إلى الخطر.